طيب، من ضمن الموضوعات المهمة جدا الحقيقة طبعا القضية الفلسطينية، وما فيش شك أبدا أن صانع القرار المصري بيهتم بالقضية الفلسطينية من عام 1948 وحتى اليوم، وبتسعى مصر كمان بشتى الطرق للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة، وكمان التعاون مع حركة حماس لحل القضية الفلسطينية، إلا أنها كانت دائما في موقع الخلاف، فما زالت هناك علامات استفهام كبرى حول علاقة حماس بمصر، خاصة مع العداءات المتكررة التي تشنها الحركة تجاه مصر والتصريحات المتناقضة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي عمل مساعد للشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس ثم قائد بارز في حماس فرئيسا لمكتبها السياسي في 6 مايو 2017، وده طبعا خلفا لخالد مشعل بعدما اختاره أعضاء مجلس الشورى العام الماضي في انتخابات أجريت في العاصمة القطرية الدوحة وفي غزة كمان في وقت متزامن، حيث تؤكد التصريحات عن دور مصر المحوري إلا أن المواقف الإعلامية والسياسية والعسكرية لحركة حماس بتعكس العداء المستمر ودعم لخيوط الإرهاب ورفض كل محاولات الاحتواء وفرص وجود علاقات جيدة مع القاهرة. ما ننساش أبدا أن حماس كان لها دور مهم جدا في تأجج الموقف والتدخل في شؤون مصر الداخلية في 2011، ما فيش حد أبدا مصري يقدر ينكر أنها كانت موجودة، وخاصة الذراع السياسي لها كتائب عز الدين القسام عندما تدخلت في طبعا غزو السجون وتخريج طبعا عدد كبير جدا مما كانوا مسجونين في ذلك الوقت وتخريب مصر. هناك عداء كبير جدا من حماس تجاه مصر لا أحد يعرف مداه.